السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد النهار عندنا واحد الخريجه خفيفه ظريفه، غنمشيو نبدلوا الروتين اليومي عاوتاني ديالنا. طالعين الافران اللي هي هذه، وصلنا لها. عدي لكم هاد مقدمه. المهم غنضربوا دويره خفيفه ظريفه وغنشوفوا ديك الكلم تي 07 ديالو، نديروا له التيست رايد اللي غادي نحطوه غالبا تحت مور هاد لا فيديو هادي. صافي غنتعرفوا على الصديق ديالنا الفاسي الله يعمر هدر، اللي كان خرج معانا، اللي شاف الفيديوهات القدام الخرجه ديال اكبر براج في المغرب، هو اللي كان مشى معايا في المتازيرو 07، عنده واحد الموتور تبارك الله حتى هو معمر مزيان بالبياس. هادشي اللي غادي نشوفوا في التتمه ديال الفيديو من بعد الانترو. ياو بسم الله. افران عامره بحال ديما، هذا اللي علم السوق ديال الافران اللي في لي ريستوران وداكشي اللي بغيت تغدى. ما شاء الله ما كذبوش ملي سموها سويسرا المغرب. شو الاشجار كي دايره، شوف ندير اللي ما طلعلكش في راسك، واخا تبقى تجي لها كل نهار، كل نهار تجي لها طلعلكش في راسك. كاينين الموديل اللي شتيها غير واحد صافي تمل منها، هادي لا دينا اللي غزاله غزاله غزاله. شوف شوف طبيعة، شكون اللي مخليها مزيانة هكا؟ يعني الطبيعة اللي فيها، حيت العين تترتاح. متلقاش فين تبلاصي طوموبيلاتك وتقول حنا نغاب الماطر ما عندناش مشكل، وي دونت هاف اني بروبليم. السبع ما عرفوش مازال ديال الكمامة ولا حيدة. الله يسخر، الله يحفظك. لكم اما السبع هذه من اعز المدن عندي انا هي افران. في مواجه تحتاج انك تفوج شي حاجه، تنجي لهنا غير للطبيعه ونجلس شي بلاصه ترتاح تنتفولا وترجع. ما شاء الله، يعني تحيه للناس اللي واقفين على هذه المدينه، واللي الورقه ديال الشجر غير كطيح كيشطبوا وتتجمع تتجمع تتمشي عاوتاني، ما تبقاش ما تتوسخش. عمرك جيت لقاها المدينه موسخه وتقول هكا؟ بغينا كاع المدن ديال المغرب يكونوا، علاش لا؟ هوندا NCX 750 موتور اللي زوين تبارك الله. تاهو جيبو الدورة هنا، مايمكنش الدور تال قدام جامعة الأخوين. هذه جامعة الأخوين الغنية عند التعريف. هذه دخلة ديال ميشلي في الريزورت، وهذه الهبطة ديال عين فيتال. عين فيتال معروفة حتى هي، شحال درنا بها الشواية. نقلبوا دابا على لا 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 لطفي. شوف لطفي فينا، هو فينك لطفي؟ تعطلنا عليه بزاف. يسمح لنا، انا تنعترف بهذا الشيء، نقطة سوداء فيا ماشي نقطة سلبية، هي تنتعطل على المواعيد. ما عرفتش علاش فيا بليا، واخا تندير الوقت اللي قد مثلا تبقى فتفتك القراصير تعطل. فين يكون مقاوي هذا لطفي؟ هذا موتورو ما بانليش هنا.
اخويا نطفي واه قص كندور هنا ما بانيش الموتورك ديالك كاع فين انا درت على السبع وجيت هنا حدا البنك الشعبي حدا البنك الشعبي البنك الشعبي اه انا جاهز انت ما مقهوي ما والو مازالوا برا لا لا ما لقيتش بلاصه تاع العربيه يلا جاجي نمشيو نقص يلا انا قدام بوك شعبي ها هو جا الاخر لطفي مزيان هانيه يعني شي نعاوتاني بالديكالك وكذا ها ضروري ياك كلشي هذا خير هانيه صح لاباس اه اسمح لي تعطلت عليك طور واقيلا طريق من الحاج شي ساعه ياك دخلت لهنا دخلت لي فراغ صورت واحد المقدمه وكذا فهمتي شبو دير واحد البو تبارك الله صويت ما شاء الله انت غير زعما الناس اللي تيبقى يقول لك دير ديما الباك فاير غير كوب كورو راه بوحدة تتكلم مرة تتقم ضمينة تتقم مجموعة ما تبغيش تطبق غير تنديرها وصافي تندربها المهم راه بوحدة الباك فاير يس بيبي هنا واحد المرة جبت الربحة بإفران عندك جوج بلايص هنا كان عامر بثلاث بلاصة اخرى تصور الدنيا كلها ثلج ما تلقاش موتور حتى تكسيري كيبقى تدور بيضا بلاصة جوج بغيت الزيت افران عامر هاد النهار باب باب تبارك الله وقفنا حتى كلينا داك شي حاجة هنايا الهيبة الهيبة ما شاء الله اسمع اسمع بط 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 تتلقوا هاد البويات بجوج كاين الطاجيج طبيعة هنا زوينة وغزالة واو على شارع تهز هيك سير ولا ماشي عمر الموتور ما والو اه شش على مناظر شش فين هما هاد القرود هاد دير الموسيقى شوف دير الموسيقى اجي اجي نتصور بغيتي ما تسوقش اه بغيتي نتصور ياك هذا ولا هذا شنو اللي بغيتي بحال بحال شنو اللي عجبك نتايا ايه بجوجهم واه واحد بارك عليك طق عبد الحليم حافظ انا في اه طق عبد الحليم حافظ ما تيسمعوش كاع شي يقول ها طق الموسيقى هو مش ما بقاش كيسمعوا عندك شي باش قال يلا شكرا جزيلا واش تصورت في هذا باش ما يبقاش فيا الحال بقى بلاتي بقى 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 نقعد لك واحد اللعيبه واحده اخرى كاع تعجبك هذا انت هذه ماري كاع وكسيري صافي يلا بقى بارك على بقى بارك على هذه البطونه هذه شي دي ماري اه يلا دور بركه بركه دور دور هذه جي اخرى جي اخرى يلا صور صور شي فيديو صور ها صور شي مشكل يا الله بصحة مرحبا بسبب اللحظات بحال هادو علاش نركبو هاد الموطور بسبب اللحظات بحال هادو علاش نسمحو في الطوموبيل اللي اكثر امانا كما كتقولو مطيع الشتا والبرد تنعرضو انفسنا للخطر هادي اكثر من مجرد هواية
ما تنتنش كلشي غادي يفهم. درتي تويرة؟ درتي تويرة كاع؟ ها؟ ماشي مشكل ركب اللور. ها؟ صافي يلا صح. يلا اجي تصور اجي اجي قدام. صح. اجي اجي هنا اجي هنا تصور معاه. ها اجي. ها تجي وحدة أخرى اجي ركب ركب ركب. ها انت. هات اركب وتصور معنا بجوج. هاوي بصحة الله ودي هانيا اجي هاك هاك باش دخلت قد تفرج فيديوهات ديالي في يوتيوب صافي عندي لاشين هانت هاك سيفر رقم هادي فيديوهات ديالي فيهم انستغرام فيهم داكشي كامل يلا الله يعاون سلام هتكبر شوية جلسة موطار ياك جي اخر جي اخر يلا بسلام عليكم الله يعافيكم شي حاجة بسيطة 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 ما تجي حتى شي حاجة واحد اخر شي مسكين كيجي على المقنية فرح واو اش نقول لكم هذه ليست مجرد هواية ليست مجرد هواية حنا دابا خوتي في راس الماء حنا في راس الماء راس الماء كاينه بزاف بولا كاينه في سعيديه كاينه في جهه طنجه وقيلة وكاينه حتى في فران الطبيعه هذه ديال شي جي اس والدخان في وسط الشجر تقاد تعمق تبقاش غادي غير في الرود دخل في الاوف رود ها هي ترا كاينه واو هذا ولا هذا؟ باغي هذا؟ ايه علاش عزلتي هذا وما عزلتيش هذا؟ جوج وعجبونا ما كرهتش انا يكون عندي كاع لا هذا قالك بغا هذا احسن من هذا علاش زعما؟ توفقوا بجوج ياك انت يا طماع انت علاش طماع؟ ايوا باغي تعزلهم بجوج ها واحد تميلوا الجهه الاخرى اه خليه ما الا تجي خليه ما الا تجي سير اخو لطفي سير على الله جاي معك زيرو سد الصراحة جاي معك شي جي اس ولا شي حاجة كتار هذه مدينة ازرو مكسرش فيها بزاف درهم فيها غير طويرة دايرين غير طريق واو الجبنة هي مبرد مغربي شي ناضي اخوان غنغم لها ذاك البو عطينا الموسيقى صافي اخو لطفي نهاية الإرسال يلا تلا خو لطفي يلا نهار زوين هذا تنشوفو على بلا ما تبقاش كابري موتر زوين اخويا بلا ما تبقاش كابري الكابراج هو تيخربق لك مرة مرة العبارة السلسلة عاوتاني خاصها تزير ولا ترخف اه راه زوين هاك الله يسخر لك الله يحفظك خوت هذا هو الفيديو ديال هذا النهار تنكون وصلنا للنهايه وخرج هذا السبع قلا تبارك الله مع دري رقيقي رطفي ماشي اول مره نخرج معاه والحمد لله احسن حاجه هي يخرج بنادم سالم ورجع غانم وهذاك هو الفضل وبحال ديما ما تنساوش اللايكس ديالكم والكومونتس اللي ما دار السبسكرايب ديالها هكا كتشجعونا ان شاء الله باش نقدموا محتوى افضل ونزيدوا نكثروا الفيديوهات يلا تهلاو نتلاقاو في فيديو جديد بيس